والله سبحانه وتعالى يجعلك تشاهد إشي عجيب عمرك ما توقعته. خذوا مثلا وضع المصري البرلمان الأخير هذا ولما افتتحوا الجلسة الأولى اللي فيكم تبع إيش شفتوا؟ مهازل عجيب، مساخر ومهازل. طب عجيب، هذول ما عند ما فيش عقول. لاحظوا، فيش عقول، فيش تخطيط، فيش تدبير، فيش علم نفس، فيش علم اجتماع اللي يعرفوا كيف يخطبوا الناس وكيف تكون أول جلسة وكيف وكيف وكيف. حتى صار الله سبحانه وتعالى يكشف لك، وإذا بهم الناس لا عقول ولا بفهموا. لا طبعا، لأنه هذول اللي كانين متسلطين على رقابنا أصلا أثريتهم بفهموش، اللي كانوا يطنطنوا باسم العلم والعلمانية وإنهم هم اللي بيحلوا وهم اللي بيطوروا المجتمع، أثريتهم لا بيفهموا إشي ولا بيعرفوا يخططوا ولا علم ولا فهم ولا منطق ولا حجة، والله بفضحهم. بتشوفوهم بنفضحوا كل يوم ولا لا؟ هذول الذين يصدون، واللي متخبي منهم غصب عنه طلع، لأنه في مفترق الطرق فيش مجال. ما هو صار مفترق طرق، وين يروح وين يروح؟ ما هو الطريق يا هيك يا هيك. فصاروا ينكشفوا. بس هذا الكلام تمام تمام. شوف انت بس ارجع بذاكرتك قبل 20 سنة واليوم، كيف قناعتك زمان بالناس واليوم، وكيف قناعتك بالحق واليوم. وبظل في صعاليك، وبظل في تافهين، وبظل في ملحدين على هوامش المجتمع. أي مجتمع كان على الهامش في زمن الرسول كانوا الصعاليك موجودين والمنافقين موجودين والتافهين موجودين، كله موجود. العبرة إيش؟ اتجاه العام، وين ساير المجتمع، وين ساير المجتمع. وصاروا يتحالفوا مع أعداء الأمة ويجيبوا الاستعمار، وصاروا يصرحوا كمان استعمار يجي مشان يقتلك مشان يظلوا مع العروش. تمام؟ الذين كفروا. ما تظنوش الذين كفروا يعني ناس غرب، لا، ما هو في عبك في الذين كفروا، وبسموهم مسلمين كمان، في عبك في الذين كفروا أخطر من اللي كفروا اللي بنعرفهم من زمان. الذين كفروا وصدوا، صدوا عن سبيل الله. أنو اللي كان يصد في مجتمعنا في المجتمعات العربية والإسلامية عن سبيل الله؟ مين يعني؟ الاستعمار اللي الاستعمار اللي بي اللي 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 بصد عن سبيل الله، ولا هم؟ طب شو هم وشو الاستعمار وشو العلاقة؟ هذا موضوع ثاني. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. طب وانتو؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا مش بس آمنوا، وآمنوا بما نزل على محمد. ويبدو هون على فكرة مع أنه كان ممكن تكفي، كان ممكن تكفي والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هو إيش أضيف؟ وآمنوا بما، بما إيش ما؟ هذه ما اللي هي ألفاظ العموم. وآمنوا بكل ما نزل على محمد، بكل ما أنزل. ولذلك اللي بزعموا إنه الإيمان بالأديان السابقة بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل، تقبل ايش تقبل؟ طب ما هي مش الحق من رب، وهو هو مش غيره، لازم يؤمنوا بما نزل على محمد. واللي بيؤمنش بما نزل على محمد بكون كافر بعيسى وكافر بموسى وكافر بالانبياء كلهم، لانه كل الانبياء كانوا يبشروا، فجزء من عقيدتهم كانت ايش؟ النبي الخاتم. والقرآن اشار الى هذا في اكثر من مقام. وامنوا بما نزل على محمد، ممكن يؤمن بأساسيات الدين، وبتجدها في مجتمعنا، في ناس بيؤمنوا بأركان الدين الخمسة وبيكفروا في تفاصيل، في منهم بيقول لك أنا بعرف تعرفش بالسنة، وبتقول له طيب بتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومحمد رسول وإقام الصلاة إيتاء الزكاة حج الشهادتين كله كله طب والسنة؟ يقول لك تلزمناش. في فرق على فكرة بين من ينكر السنة ككل، وهذا عند العلماء أصلا أنكر القرآن وكفر، وبين من ينكر حديث بعينه. نيجي بنسأله ليش أنت منكر هذا الحديث، نجده بنكر لدليل وشبهة. لا، هذه قضية اجتهادية، دليل وشبهة فيش إشكال، فيش إشكال. أما هيك عباطة، هيك هيك، هذا اسمه فاسق
عاصي بس مش كافر. واللي نزل على محمد ايش؟ القرآن بس. دققوا. لذلك انا لما قلت وآمنوا بما نزل على محمد، ايش ما يعني؟ كل